ودي الصفحة هي على الفيسبوك، ابعتوا لنا، احنا في انتظاركم، كل اسئلتكم هنجاوب عليها. هنبتدي اول سؤال. السؤال اول سؤال جالنا اهو، رحاب بتسال عايزه تعمل كونتور للوجه، هل ممكن يتعمل ده وازاي وايه وفي الميك اب يعني زي الميك اب او زي طبعا هو طبعا هي موضه قويه جدا دلوقتي ان تعمل كونتور للوش، بيداري شويه عيوب، يظهر الخدود، يظبط المناخير، يعمل الجو لاين والدقن يبقى متحدد، وزي ما بيقولوا ان فرتاتي نيك والحاجات دي بتتعمل كلها بالميك. طبعا سهله تبقى الواحده كده رقبتها جميله، الرقبه دي بتبقى من علامات الجمال بصراحه. بالظبط. والكونتور ممكن يتعمل بالفيلر وبالبوتوكس وممكن يتعمل بالخيوط. وبتدي افكت بصراحه يعني بيبقى طويل. طب احنا هنا عملنا ايه هنا بيوضح ان احنا ممكن نعمل كونتور او نعمل الحاجب بيترفع او نرفع او نعمل اوجمنتيشن للخد. الخد لما بيبقى واضح وصريح يبقى الكونتور تحته مسحوب نفس الخط الشكل ده، ده الاماكن اللي ممكن تتحقن على الخد وعلى الجو لاين تظبط شكل الكونتور. اوكي تمام. من غير قلم يا جماعه، دكتوره نهله بتاكد ان مفيش قلم، وكمان في خصومات وعروض تصل الى 50%. ورحاب انت يعني شايفه كده الموضوع بياخد وقت قد ايه، وبيعمل كونتور وفي لحظتها وبتمشي مروحه كانك عامله ميك اب بالظبط.